تمهيدا لعقد مؤتمره الدولي الأول والذي يحمل عنوان التعريب في تشاد الوسائل الإشكالات والحلول، أقام مجمع اللغة العربية في تشاد دورتين تدريبيتين، الأولى للإعلاميين تحت عنوان دور الإعلام العربي التشادي في توعية المجتمع، ويتضمن العنوان ثلاث محاور: دور الإعلام في نشر اللغة العربية، والإعلام الإلكتروني في توعية المجتمع، فضلا عن تنمية الدورة لمهارات الصحفيين. ويشارك فيها عدد من الإعلاميين يمثلون مختلف وسائل الإعلام. بينما أقيمت الدورة الثانية لعدد من الأئمة عن فن الخطابة، والتي تتناول أثر الخطابة الدينية في تزكية النفوس ونشر اللغة العربية وأثر تطبيق قواعد اللغة العربية في نجاح الخطب المنبرية، وأخيرا الخطابة الاجتماعية بين الإهمال والنسيان. نائب رئيس مجمع اللغة العربية بتشاد الدكتور أحمد الرفاعي محمود قال إن الخطيب الجيد والإعلامي المؤهل جديران بأن يوضحا الكثير من الإشكاليات التي يعاني منها المجتمع. إن المجمع حين قرر تنظيم دورتين، إحداهما في الخطابة والأخرى في الإعلام، لقناعته التامة بأهمية هذين المجالين المجتمع وإسهامهما الفاعل في التوعية والتوجيه وتغيير سلوك المجتمع نحو الأفضل وتفسيره بالقضايا الدينية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والسياسية وغيرها. الخطيب الجيد والإعلام المؤهل والحاذق في مجاله جديران بأن يوضح الكثير من الإشكاليات التي يعاني منها المجتمع. كما تأتي الدورتان في خضم الاستعدادات لإحياء اليوم العالمي للغة العربية، وشاركت نخبة من الباحثين والمهتمين بشأن اللغة العربية.